ما كانت دقيقة يعني، أو مو كانت دقيقة، لأن ردة فعلها سريعة، وتم تأجيل القرار لمجلس الأمة في التصويت على القانون الرياضي أو المرسوم الذي أصدره سمو الأمير، والمفروض أن يتم على هذا المرسوم يوم الثلاثاء القادم. لسبب أو آخر لا أستطيع أن أجزم لأني لا أملك المعلومة حتى هذه اللحظة، أعتقد سيتم سحبه غدا من التصويت. هو الفكرة أن هذا المرسوم إن تم الموافقة عليه يبقى الوضع الكويتي بانفتاحه وعودته إلى الأسرة الرياضية الدولية. إن رفض هذا المرسوم تلقائيا ستتجمد الرياضة الكويتية، فهي ليس قضية انسحاب، هي قضية تجميد للرياضة إجبارية. ولا ما في أحد أعتقد يعني في هذا العرس يفكر في هذا الجانب، لكن أتمنى إنه يعني أتمنى من اللي في الكويت يعملون حسابهم إن عندهم عيال يلعبون هني ويحاولون جاهدين إنه يرفعون معنوياتهم من خلال إنهاء هذا الملف اللي لعب يعني صار له 5 سنوات الآن تعاني من الحركة الرياضية الكويتية وتعاني من النمو والتنمية في الرياضة الكويتية، إلا إذا في أسباب فنية فنحن نقدرها ما في شك. فقلت لن أرد على كمبرصات، أنا أدور الرأس، أنا أرد على الرأس. أحمد الفهد لا يرد إلا على الروس. أنا أعرف التركيبة الخليجية، أنا ولد الخليج، أنا أحد الأسر الحاكمة بالخليج، أفهم المواضيع هذه كلها. لن أرد، وهذه رسالة للجميع، لن أرد بعد اليوم إلا على الروس.